بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تذكرونا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فقد وصل الحديث والشرح في السنوسية الوسطى عند صفة القدرة وعند أحكامها، وقد وصلنا إلى عموم تعلق قدرته تعالى بجميع الممكنات. قال الإمام العلامة الشيخ السرغسطي في الشرح: ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى عموم تعلق القدرة، هو المطلب الرابع عندما قال في المتن: ويلزم أن تكون هذه القدرة متعلقة بجميع الممكنات. وقلنا هناك مطالب أربعة، والمطلب الأول في الصفحات السابقة عندما ذكر المطلب الثاني وقد أشار إليه بقوله اللي هو إثبات كونه تعالى قادرا بقدرة زائدة على إبداد، يعني إثبات زيادة الصفات على على إبداد. والمطلب الأول إثبات كونه تعالى قادرا في صفحة 117، والمطلب الثاني في صفحة 119، والثالث في صفحة 120، وهذا هو المطلب الرابع. المطلب الأول في إثبات كونه تعالى قادرا، إثبات الصفة. الثاني في أن القدرة زائدة على على الذات. وهل معنى زيادة الصفات على الذات هل هذا يلزم منه التعدد؟ قالوا بأن القديم أو واجب الوجود لا يتعدد. فإذا قلنا بالزيادة أو بمغايرة الصفات للذات فهذا معناه التعدد، ولذلك لا بد من دراسة المنطق مع دراسة الكلام. لماذا؟ حتى نفهم إشكالات العقيدة. يعني لو فهمنا أو درسنا في المنطق المفهوم والإيه والما صدق لن حلت هذه المشكلة. فإذا قلنا بأن الصفات زائدة على الذات هذا في المفهوم وليس في الإيه وليس في الما صدق، واضح؟ إذن هذا يبين لنا فائدة دراسة المنطق في فهم الإيه كتب التوحيد والعقائد والأصول وغيره وغير ذلك. فالآن نأتي إلى المطلب الإيه الرابع. يلا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين امين. ثم اشار المصنف رحمه الله الى عموم تعلق القدره وهو المطلب الرابع وبه تمت الاربعه. وبهذا تكون الاربعه قد تمت، وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. الحمد لله. بقوله ويلزم عقلا ونقلا أن تكون هذه القدرة متعلقة، يعني طالبة بأن تتعلق بجميع الممكنات.
ليس معنى أنها متعلقة بجميع الممكنات، يعني كل الممكنات لا بد أن تقع أو أن توجد بها، ولكن معنى هذا أنها صالحة لأن توجد أي ممكن أو كل ممكن. والسؤال هنا، لماذا وجد بعض الممكنات ولم يوجد بعضها الآخر مع أنها لا تتناهى؟ يعني كل ما هو ممكن فوقه ممكن وبعده ممكن والممكنات لا تتناهى، فلو وجدت جميع الممكنات دفعة واحدة فهذا معناه إيه؟ التناهي. خلاص، يبقى لا بد من إيه؟ من تخصيص الإرادة بأن الممكن يصح أن تتعلق القدرة به سواء في جملته أو في تفصيله، إلا أنه لا يوجد من الممكنات إلا ما أراد الله تعالى أن يوجده. لماذا؟ لأنه لو قلنا أولا حيحصل تناقض في العقل، إيجادها الممكنات كلها مع أنها غير متناهية، فلو وجدت أو دخلت في الوجود لكانت متناهية، لو وجدت كلها بحيث لا يكون هناك ممكن يوجد بعد ذلك، كل الممكنات لا توجد ممكنات أخرى، فمعنى هذا أنها إيه؟ تناهت وهي إيه؟ وهي غير متناهية. ثم إن هناك أمر آخر اللي هو إيه؟ تعلق أو تخصيص الإرادة. ثم لابد أن تفهم بأنه لماذا لا توجد جميع الممكنات؟ لو وجدت الممكنات كلها إيه اللي هيترتب عليه غير موضوع التناهي وعدم التناهي؟ هيترتب نفي الاختيار، لا يكون الفاعل مختارا لأن الكل وجد، فلو كان هناك اختيار لوجد البعض اختار أن يوجد هذا وألا يوجد هذا، فيصبح هناك اختيار للفاعل المختار أو للقادر أن يوجد ما يشاء أن يوجده، لكنه لو أوجد كل ممكن يبقى أين الاختيار؟ مفهوم؟ ولا بد من إيه؟ من أن بعضها يوجد وبعضها لا يوجد. لماذا؟ لأنه تعالى يختار، وربك يخلق ما يشاء وإيه؟ ويختار. لو قلت لك هات من الطلبة ما تشاء فأنت جئت بهم جميعا، أين الاختيار؟ أقول لك اختر منهم، يعني هات البعض ولا تأتي بليه للبعض. فهمنا؟ يلا. بجميع الممكنات يعني الجائزات دون الواجبات الذاتية وكون المستحيلات، يعني يقول لك إن القدرة تتعلق، يعني هي طالبة للتعلق بجميع الممكنات، والممكن يعني الجائز الذي يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، لكنها لا تتعلق بالواجبات الذاتية. ولماذا قيد بالذاتية؟ أن الواجب قد يعترض أو يكون الوجوب له عارضا، يعني ليس وجوبا ذاتيا. فمثلا الذي تعلق علم الله تعالى بوجوده يصبح واجب مع أنه ممكن في ذاته، ولكن عرض له الوجوب نظرا لتعلق العلم، يعني لا بد أن يوجد، يصبح وجوده واجبا. لماذا؟ لأن العلم تعلق به، فلو لم يوجد لانقلب العلم إلى إيه؟ إلى جهل، وهذا محال، وما أدى إلى المحال فهو محال. إذن فلا بد أن يوجد، يعني وجود واجب، ولكنه ليس واجبا لذاته، وإلا لكان قديما. إذن فوجوده
وجوده جائز، والوجوب الذي وصف به هذا الوجود إنما وجوب عرضي وليس ذاتي. يعني الجائزات دون الواجبات الذاتية وكون المستحيلات كذلك، فلا تتعلق القدرة بهما بوجه من الوجوب. وكذلك المستحيلات، يعني المستحيلات الذاتية، يعني المستحيل في ذاته، ولم يذكر هنا الذاتية نظرا لأنه اكتفى بالوصف فيما قبلها، يعني فيما عطفت عليه، فكان الحكم واجبا. يعني هناك مستحيل لذاته فلا تتعلق به القدرة، وهناك مستحيل ولكنه عرضت له الاستحالة. لماذا؟ لأن علم الله تعالى لم يتعلق بوجوده، أي تعلق بعدم وجوده، فصار هذا مستحيلا، يعني لا يمكن أن يوجد. ولكن لماذا لا يوجد؟ ليس لأنه ليس لأنه يعني لا يقبل الوجود في ذاته، ولكن نظرا لأن العلم أو الإرادة لم تخصصه فلا يمكن أن يكون موجودا، مثل المستحيل العرضي، مثل إيمان أبي لهب، فهو يمكن أن يؤمن ويجوز أن يؤمن، وإلا لو كان إيمانه مستحيلا في ذاته لما كلفه الله تعالى بالإيمان ولما عذبه على ذلك، لأنه هذا أمر ليس في اختياري وليس في مقدوري. والاستحالة إنما عرضت له من من تعلق العلم الإلهي بعدم بعدم إيمانه. إذن فالخلاصة من هذا أن الواجب ممكن يكون واجب لذاته، ويمكن يكون واجب عرضي، يعني عرض له الوجود. وكذلك المستحيل ممكن يكون مستحيل في ذاته، كالزوجة والشريك والولد، ممكن يكون مستحيل عرضي. ليه؟ يعني لماذا لم يخلق مثلا يعني في الأنبياء مثلا فلان من غيرهم؟ يعني لأن العلم لم يتعلق بذلك، والله تعالى ما أراد أن يجعله نبيا. يعني مثلا لماذا لم يكن سيدنا أبو بكر الصديق نبيا؟ فالجواب لأن الله ما أراد نبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الأنبياء. وكذلك العلم لم يسبق فيه، علم الله تعالى النبيين والمرسلين وعلم عددهم وأسماءهم إلى غير ذلك، فلم يتعلق علم الله تعالى بنبوة مين؟ سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر ولا عثمان ولا علي إلى غير ذلك، مع أنه وردت أحاديث لو يعني هذه حرف امتناع، لو كان بعدي نبي لكان عمر. وهناك أيضا حديث الجامع الكبير، لو عاش إبراهيم لكان نبيا، أي ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا اسمه مستحيل عرضي، يعني يجوز سيدنا عمر أن يكون نبيا، ليس مستحيلا، وأبو بكر، ويجوز أنا أيضا أن أكون نبيا ورسولا، يجوز جائز عقلي، ولكنه مستحيل عرضي، يعني يستحيل. كيف يجوز وكيف يستحيل؟ هو في ذاته جائز، ولكنه نظرا لعدم تعلق العلم أو لتعلق العلم بعدم نبوته أو رسالته، أو أن الله لم يرد ذلك إلى غير ذلك. إذن في واجب ذاتي، ما هي أقسام حكم العقل كام؟ ثلاثة. واجب أقسام الحكم العقلي، واجب
وإيه؟ مستحيل. وإيه الثالث؟ جائز اللي هو الإيه؟ الممكن. يبقى الوجوب فيه إيه؟ قسمان، ذاتي وعرضي، والاستحالة إيه؟ فيها استحالة ذاتية واستحالة عرضية. أما الممكن أو الإمكان لا يكون إلا ذاتيا، يعني ما فيش حاجة اسمه إمكان عرضي. يبقى معنى كده هو في ذاته إيه؟ واجب أو إيه؟ أو مستحيل. فالإمكان لا يكون إلا عرضيا، لا يكون إلا ذاتيا، يعني لا يكون هناك ممكن عرضي وممكن ذاتي، الإمكان ذاتي فقط. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فاهم؟ وأنت كذلك ولا ليس كذلك؟ ها؟ ليس كذلك؟ وكذا صفة الإرادة مثل القدرة حرفا بحرف. وكذا إيه؟ صفة الإرادة. مثل القدرة حرفا بحرف. يعني في إيه؟ في تعلقها بكل الممكنات. فخرج بهذا القيد الواجب العرضي. فخرج بهذا القيد الواجب العرضي. خلاص؟ كإيمان أبي جهل، لأنهما من جملة الممكنات. هذا التمثيل، نعم، هذا التمثيل مستحيل. هذا فخرج بهذا القيد الواجب العرضي كإيمان أبي جهل، لأنهما من جملة الممكنات. هذا مستحيل عرضي وليس واجب عرضي، مش كده؟ يعني نقرأ كده تاني. وكون المستحيل فلا واجب. وكذا صفة الرمز حرف. وخرج بهذا القيد، ما هو هذا القيد؟ الذاتية. دون الواجبات الذاتية. هو هنا بيقول ايه؟ بجميع الممكنات. بجميع القيد هو جميع الممكنات، ولا القيد هو الايه؟ هو الذاتيه. وكذا صفه الاراده مثل القدره حرفا بحرف. فخرج بهذا القيد الواجب العرض. إيمان أبي جهل ممكن، مش كده؟ ولكنه أصبح غير ممكن، عرض له إيه؟ الاستحالة، مش كده؟ فهو المفروض تكون هنا إيه؟ المستحيل الإيه؟ العرضي. ويمكن تنفع لا، نخليها إيمان زي ما هي. بس يبقى الواجب العرضي كإيمان أبي جهل، يعني كإيمانه، يعني عدم مقصود به هو عدم إيمان. عدم إيمان هو الواجب العرضي وليس إيمان، كعدم إيمان. أو نخليها المستحيل وكإيمان، لنراجعها في الأصل إن شاء الله. صفحة كام؟ 121. وسواء كانت الممكنات كلية أو جزئية، جواهر كانت أو أجساما أو أعراضا. يعني الممكن ده هو إيه؟ إيه معنى الممكن؟ إيه تعريف الممكن؟ هو إيه؟ تعريف الممكن ما هو؟ كيف نشرح؟ إحنا بنتكلم في التعلقات وفي أمور صعبة ومعقدة. وأنتم أسألكم عن أبسط البسائط. تعريف الممكن هو إيه؟ نعم؟ ما هو تعريف الممكن؟ ما سمعت شيئا. إذا تكلمت فأسمع، وإلا لا تتكلم. وإذا ضربت فأوجع. خلاص هو كده. إيه تعريف الممكن؟ يصح، يعني يستوي فيه الوجود ويستوي فيه
العدم، هذا هو الايه الممكن الذي هو الايه الجائز. طيب يبقى هنا الممكن ده فيما هو كلي وفي جزئي. الكل زي ايه والجزء زي ايه؟ هنا عرفنا انه لابد من فهم المنطق عشان نفهم التوحيد. شوف جاب كل وجاب جزئي، يبقى ما هو الكل وما هو الجزئي؟ يعني في ممكن كلي، الكل اللي هو ايه؟ لا والجزئي يبقى هذا الممكن، ممكن يكون كله ممكن يكون جزء. فكذلك القدرة تتعلق، يعني يمكن أن توجد الممكنات اللي هي كلية أو اللي هي إيه؟ لا وبعدين جواهر كانت أو أجساما. الممكن برضو يمكن أن يكون جوهرا أو جسما. إيه الفرق بين الجوهر وبين الجسم؟ ما هو؟ الجسم لابد فيه من التأليف والتركيب. يبقى كل الأجسام جواهر، ولكن ليست كل الجواهر أجسام، لأن هناك الجوهر الفرد. يعني ممكن يكون هناك ممكنات كلية أو جزئية، أو الممكنات عبارة عن إيه؟ جواهر أو إيه؟ يا إما جواهر، والجواهر الجواهر تنقسم إلى أجسام أو إيه؟ أو يعني سواء كانت أجساما أو كانت أعراضا، يعني ليست جواهر وإنما هي أعراض. فشوف الممكنات، يا إما تكون كلية يا إما جزئية يا إما تكون جواهر، والجوهر يا إما جسم أو غير جسم أو تكون أعراض. إيه الفرق بين العرض والجوهر؟ أن الجوهر قائم بنفسه وأن العرض لا يقوم بنفسه. فكل ده هذا كل هذا داخل في الممكنات، وكل هذا تتعلق به القدرة. تتعلق به القدرة لماذا؟ لإيجاده أو لإعدامه، سابقة أو لاحقة أو مستمرة. يعني في سابق وفي لاحق، وفي إيه؟ سابق يعني قبل، لاحق يعني بعد، مستمر يعني ملازم. تعلق علم الله بوقوعها كوجود العالم أو بعدم وقوعها كإيمان أبوي جهل أو إيه؟ أبوي جهل مين؟ ولهب. خلاص كده؟ الله. يلا زي. وشمل أيضا ما يصدر عن الفاعل الظاهر إذ هو سبحانه القدير. وشمل أيضا، ما هو الذي شمل؟ شمل ما هو؟ شمل ما هو الذي شمل؟ الممكن. شمل يعني الممكن، يدخل فيه ما يصدر عن الفاعل الظاهر. إيه المعنى الفاعل الظاهر؟ يعني كالإنسان أو الحيوان مثلا، فهو الفاعل في الظاهر، إنما الفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول شمل ما يصدر عن الفاعل الظاهر إذ هو سبحانه وتعالى الخلق له وإن كسبه الفاعل. يعني ما يصدر عنك من أفعال، فالله تعالى خالق لها وموجد، إذن فهي من جملة الممكنات. وإن كانت تسند إلى الإنسان، يعني إلى الفاعل الظاهر كسبا، كما سيأتي في مباحث الأفعال. كما شمل، ما هو الذي شمل؟ الممكن. شمل الأعدام والتروك الممكنة غير الأزلية، يعني في أعدام وفي تروك. ما احنا قلنا القادر اللي هو ايه؟ القادر الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. فالتروك والأعدام غير الأزلية على نزاع فيه، الأصح منه يعني في هذا النزاع عدم تعلقها به،
يعني بإيه؟ ها؟ بالأعدام والتروك، يعني القدرة لا تؤثر في إيه؟ في العدم، لأن تأثيرها إيجاد، فالمعدوم لا تأثير فيه للقدرة، لأنها لو أثرت فيه يعني تجعله معدوما هذا تحصيل حاصل، وإذا جعلته موجودا هذا هو تأثير الإيه؟ تأثير القدرة. فقالوا لا تتعلق لا بالأعدام والتروك الممكنة، لأن العدم أو الترك فيه ما هو ممكن وفي ما هو غير ممكن، ولهذا كل هذا دخل في تعريف الممكن من أول ما قال إيه؟ من أول ما قال كلية، جزئية، جواهر، أعراض، أجسام، سابق، لاحق، مستمر، بس بشرط إيه؟ أن يتعلق علم الله بإيه؟ بوقوعها كوجود العالم، أو بعدم وقوعها كإيمان أبوي جهل ولهب. حتى لو تعلق علم الله بعدم وقوعها هذا لا يخرجها عن دائرة الممكن، لأن الاستحالة أصبحت إيه؟ عرضية، فهذه ممكنة أيضا لكنها لا توجد. ثم قال وما يصدر عن الفاعل الظاهري، يعني ما يصدر عنا من أفعال اختيارية، هذا بإيه؟ في خلق وإيجاد الله، إذن فهو من الممكن، وإن كان يسند إلى العباد كسبا، وهذا مصطلح سيأتي تعريفه عند مين؟ عند الأشاعرة. ويشمل الممكن الأعدام والتروك الممكنة غير الأزلية، كأنه أشار إلى أن هناك في أعدام جمع عدم، وهذه تكون إيه؟ فيما لا يزال، فهذه هي الممكنة التي تدخل في دائرة الممكن، وهناك عدم أزلي، يعني مثلا في زمن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن لنا وجود جميعا، كنا عدما، عدمنا في زمن إبراهيم ونوح هذا عدم ممكن، فيجوز أن نوجد في هذا الزمن ويجوز أن لا نوجد، إذن فهذا من الإيه؟ من الممكن. إذن تركنا أو التروك هذه، ترك إيجادنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان الأنبياء السابقين، هذا من الممكن. فهل تتعلق به القدرة؟ والقدرة يتأتى بها إيجاد كل شيء وإعدامه، فلو أخذنا بهذا التعريف يتعلق القدرة، تتعلق بهذه الأعدام وهذه التروك غير الأزلية. وفي نزاع في هذه المسألة، ما هو الصحيح؟ أنها لا تتعلق، لأن العدم لا يحتاج إلى تأثير، بس قالوا هو عدم، لكن كونه الحق سبحانه وتعالى يجعله يعني يبقيه على استمراره في العدم، هذا من فعل القدرة، كونه يبقيه على إيه؟ استمراره في العدم. فعشان كده فيه إيه؟ في نزاع في هذه الإيه؟ المسألة. والأصح أن الإيجاد هو الذي يحتاج إلى تأثير القدرة، أما العدم هو في نفسه عدم، إذن فما معنى أن تؤثر فيه الإيه؟ القدرة. قال والله هذا بيسموه تعلق قبضة، يعني هو في قبضة القدرة، إن شاء الله تعالى أبقاه على العدم، وإن شاء بدل عدمه بالوجود، هذا هو إيه؟ الكلام في هذه الإيه؟ المسألة. لكن ما الفرق بين العدم الأزلي وبين العدم الممكن الذي هو ممكن نسميه كده العدم الأزلي والعدم فيما لا يزال؟
يعني مثلا عدمنا في الأزل، يعني لما كان الله تعالى وحده ولم يكن شيء، لا سماوات ولا أرض ولا عرش ولا فضاء ولا ملاء ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره. طب أين كنا في الأزل؟ كنا عدما صح، لكن عدمنا في أيام بعد بدء الخليقة في أيام الأنبياء وهكذا، هذا يسمى عدم فيما لا يزال. فما هو الجائز وما هو الواجب؟ الجائز أو الممكن هو عدمنا فيما لا يزال، زي ما مثلنا يعني في أيام نوح، في أيام إبراهيم، في أيام فرعون، في أي أيام. أما في الأزل قبل خلق الكائنات كلها، عندما كان الإله سبحانه وتعالى وحده ولم يخلق شيئا، كنا إيه؟ كنا عدما، وهذا يسمى العدم ليه؟ الأزلي. طب عندما خلقنا الله تعالى، إذن انقطع وصف العدم، يعني بدل الله عدمنا أو أعدامنا هذه السابقة وجعل لنا إيه؟ وجود. طب العدم اللي هو في الأزل هذا واجب، والواجب لا يتصور نفيه، فلو انقطع العدم في الأزل يبقى معنى هذا إيه؟ أننا نوجد في الأزل مع الله تعالى، لو انقطع العدم في الأزل. ولو انقطع هذا العدم لا يكون واجبا، لأن الواجب لا يقبل إيه؟ النفي، ثابت دائم. إذن الذي انقطع، هذا هو التحقيق، الذي انقطع بوجود العالم أو بوجود العباد هو عدمنا ليس الأزلي، وإنما عدمنا فيما لا يزال. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. إنما العدم الأزلي هذا واجب لم ينقطع بوجودنا. ده بيسأل واحد، ما الفرق؟ ده عدم وده عدم. يعني العدم إيه؟ لا شيء، مش كده؟ العدم يعني معناه لا وجود. فسواء كان لا وجود هذا في زمن سيدنا نوح أو فيما قبله أو في زمن سيدنا إبراهيم أو كان في غير الأزمنة، يعني في الأزل، ما الفرق؟ هذا عدم وهذا عدم، لا شيء. إذن فكيف نقول هذا واجب وهذا إيه؟ ممكن، مع أنه كله إيه؟ كله عدم صح. ولهذا قالوا إنه إيه الفرق بين الواجب وبين الأزلي؟ قالوا هذه مما توقف فيه العقل، يعني هذه من مواقف العقول، لأنه لا يمكن أن ننتقل من المدد، يعني من الأزمنة إلى غير، يعني من الزمان إلى لا زمان، هذا لا يمكن أن يصل الإنسان إليه بعقله، يعني لأنه ما من مدة نفترضها إلا ويفترض العقل قبلها إيه؟ مدة، وهكذا إلى لا بداية. فلو كان الأمر هكذا لدخلنا في الدور إيه؟ والتسلسل. لأنه إذا قلت لك قبل إبراهيم تقول ومن قبله نوح، ومن قبله نوح، ومن قبله، ومن قبله، فلا يتوقف العقل. إذن فلا يمكن الانتقال من الزمان إلى لا زمان بالعقل، لأنه حتى لو نقلتك بالعقل وقلت لك قبل الزمان فتتوهم أن هناك زمان قبل الزمان، لأن القبلية لا تفهم في العقل إلا أنها زمان، ما دامت قبل يبقى زمان، بعد يبقى زمان. ولذلك إيه قالوا إيه الأزل ده؟ بعض العلماء فسروا قالوا إيه؟ عبارة عن مدد أو أزمنة مقدرة بس ليس لها بداية،
وليست أزمنة حقيقية، لأنه لم يكن زمان في الأزل، أن الزمان حادث، فعبارة عن أزمنة مقدرة، خلاص مقدرة أو مدد غير متناهية، ولكنها مقدرة في الذهن حتى نستطيع الفهم. إذن الذي انقطع بالوجود هو العدم فيما لا يزال، وليس العدم للأزل، لأن هذا لم ينقطع لأنه واجب. وهذا هو معنى قول كبار الصوفية رضي الله تعالى عنهم عندما قالوا الأكوان العوالم دي ما شمت رائحة الوجود ولن تشمه أبدا، يقصدون الوجود الأزلي، الوجود الواجب. وهذا هو معنى وحدة الوجود التي يكفرنا بسببها السلفية، ولو عقلوها لكانت عقيدة كل مسلم وليست عقيدة الصوفية فقط، لأن الوجود الواجب ليس إلا لله تعالى، وجميع الكائنات وجودها ليس واجبا وإنما هو وجود جائز. إذن هذا هو وحدة الوجود، يعني الوجود الواجب واحد، أما غيره فهو جائز، وانتهت المشكلة. وهذه هي أساس التوحيد، فكيف يقولون لك وحدة الوجود ده في أعلى من كده؟ أما لو فهموا وحدة الشهود ماذا يقولون؟ إذا كانوا يعترضون على وحدة الوجود، لو تكلمنا في وحدة الشهود إيه اللي حيحصل؟ يلا. ومن جملة فجميع العوالم من عرشها إلى فرشها على اختلاف أنواعها وأحوالها وأوصافها من عرش وكرسي وسماوات وكواكب سيارة أو غيرها وأراضين وبراريز وبحار وجبال ومعادن ورياح وسحائب وحيوان عاقل أو غير عاقل أو غيرهما كملائكة وجان وأرواح وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى، كلهم متصرفون بقدرته تبارك وتعالى، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم. هذا هو التوحيد الحقيقي، جميع العوالم كلها عرشها وفرشها الأرض والسماء والجبال كلهم متصرفون بقدرته، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور، عاجزون أتم العجز. ولذلك بعض السلفية يقول لك التوسل أو استغاثة بالميت شرك. طب وبالحي؟ هل إذا كان الشرك لمعنى إسناد التأثير إلى الميت لأنه يصبح شركا، وإلى الحي ليس بشرك؟ هذا هو عين الشرك. ليه؟ لأن التأثير ليس إلا لله، فلا نعتقد تأثيرا لأحد سوى الله. فهم يفرقون بين الحي والميت، فيقولون بالحي جائز، إذن يجوز الشرك بالأحياء ولا يجوز بالأموات؟ لو جاز لجاز بالجميع. فهم يرون أن الميت لا تأثير له، إذن فهذا شرك لأنه ميت لا يملك، أما الحي له تأثير. فنحن أهل التوحيد الحقيقي لا نعتقد تأثيرا لا لحي ولا لميت، وإنما هذه أسباب، أسباب يخلق الله تعالى عندها لا بها. فأنا أتوسل أو أدعو الله تعالى أو أكون عند الولي فيستجيب الله دعائي، ولا دخل للولي أصلا لا في إجابة الدعاء ولا في غير، إنما هو التوسل. وابن تيمية نفسه فرق بين أمرين عظيمين في كتابه اللي هو قاعدة جليلة في التوسل، قال هناك فرق بين سؤال غير الله وبين سؤال الله بأحد من خلقه. فالتوسل ليس سؤالا لغير الله، وإنما هو سؤال الله تعالى بأحد من خلقه، فهذا هو التوسل. وليس فيه عبادة لمن تتوسل به، بل فيه إظهار
مكانة وجاه ومنزلة الولي أو العالم أو النبي فقط، ليس فيه عبادة. أما قياسهم التوسل الذي يحدث من الصالحين ومن أهل العلم والذي هو يعتبر رأي جمهور المسلمين، رأي الجمهور قياسهم ذلك على قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هذا فهم باطل وهذا ضلال. ما دخل هذا بالعبادة؟ عبادة غير الله تعالى غير مأذون فيها، وإنما سؤال التوسل مأذون به وموجود حتى في الشرائع السابقة. وإذ استسقى موسى لقومه، يعني بنو إسرائيل كانوا أهل معصية وأهل عناد، فلو أنهم طلبوا السقيا لا يستجاب لهم، فطلبوا من موسى، طلبوا من سيدنا موسى أو توسلوا بسيدنا موسى. وإذ استسقى موسى لقومه، إذن فهذا صحيح موجود. وكذلك في قوله تعالى قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك، وقالوا أيضا لئن كشفت، ولم يقولوا لئن كشف، هذا معنى التوسل، يعني لئن أجرى الله الكشف على يديك وإزالة ما بنا من ضر وعناء بسببك فهذا أمر عظيم. كذلك مثلا في قوله تعالى عن اليهود اللي كانوا في المدينة، قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، مش كده، وكانوا من قبل يستفتحون، أو الاستفتاح يعني يستنصرون ويطلبون النصر ويقولون سيبعث نبي في آخر الزمان نؤمن به، ويطلبون من الله تعالى أن ينصرهم على غيرهم أو على أعدائهم بجاه هذا النبي، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هل قال فلعنة الله على المتوسلين؟ بل فلعنة الله على الكافرين، كفروا مش توسلوا. كلهم متصرفون بقدرته تبارك وتعالى، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة، فهم عاجزون أتم العجز. يعني أنت تعلم يقينا أن الأنبياء والأولياء عبيد لله تعالى وليسوا آلهة ولا يملكون، بل هم في مقام التذلل والخضوع لله، لكن مراتبهم ومكانتهم عالية، فإن طلبوا من الله تعالى لا يرد لهم مطلب. هذا هو السر في التوسل. كيف يعني نتوسل بهم ثم نكفر؟ هل هذا يليق؟ يعني سبب التوسل يعني لماذا يعني نذهب إلى الولي مثلا، إلى سيدنا فلان بعد وفاته، وندعو الله سيدي أبي مدين التلمسان، سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدنا إبراهيم الدسوقي، السيد أحمد البدوي رضي الله، سيدنا الحسين رضي الله، سيدة، لماذا ليه؟ هل نعتقد أنهم ملائكة؟ ده احنا نعتقد أنهم أفضل من الملائكة، احنا عندنا كده الصالحين. طب لماذا؟ هل هم بشر؟ هل يموتون؟ نعم ماتوا أو قتلوا، ويأكلون ويشربون، ونقطع تماما بنفي الألوهية عنهم أو أي نوع من أنواع تماما، هذه هي في قرينة قوية شهادة التوحيد، معناها أنك تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله. إذن فلماذا يعني أنت لو فهمت كلمة أولياء، أنا لا أذهب إليه لأنه لحم ودم وإنسان وبشر مثلي، ولكن أنظر إلى ولايته، إلى قربه من الله تعالى وإلى بعده، فمن أجل هذا شرع التوسل. وذا إطباق كافة أهل العلم والعلماء
والصالحين وفي أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم والقرآن الكريم. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة موجود. فلما يعني يقولون بعدم جواز التوسل؟ لماذا؟ في حديث في صحيح الإمام البخاري بتاع سيدنا عمر، اللهم قلنا لما كان يصيبهم قحط أو شدة أو يعني لا ينزل الماء أو المطر، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنا كنا والآن نتوسل بعمي نبيك. ففهم المتطرفون أو فهم الدعاة السلف ظلما وعدوانا أن التوسل بالأنبياء أو بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله غير جائز. ليه؟ لأنه امتنع سيدنا عمر رضي الله عنه وجاءوا مين؟ بالعباس عم سيدنا رسول الله. فهذا الذي قالوه هل هو حجة؟ هل هو دليل عقلي ولا نص؟ طبعا لو سألناهم الحديث لم يبين فيه سيدنا عمر سبب ترك التوسل برسول الله بعد بعد انتقال. هل قال هل في الحديث هل موجود فإن نبيك قد مات أو لأن نبيك قد مات؟ هل موجود هذا؟ هل ذكرت هذه العلة؟ لا، إلا إذا كانوا فهموها بعقولهم السقيمة أو المريض، ليست موجودة هذه العلة في الحديث. إذن فلماذا ترك سيدنا عمر؟ فهم يقولون سبحان الله دليلهم باطل حتى من الناحية العقلية، اعتبروا دليل عقلي يعني خليه بلاش النقل. فنقول كنجيبوا قياس كده من المنطق، نقول كده التوسل بالأموات لا يجوز. ليه؟ لأن سيدنا عمر لم يتوسل برسول الله بعد وفاته. شوف كده، إذن فكل من توفي لا يجوز التوسل به، إذن فلا يجوز التوسل برسول لأنه توفي. كده النتيجة، مش كده القياس؟ أو قياس من الشكل الأول قوي يعني. فنقول لهم بنفس المنطق، ما هي أنواع التوسل التي تجيزونها؟ يقول لك ثلاثة: التوسل بأسماء الله الحسنى، يعني بهذا الجلال والعظيم، التوسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوا. والتوسل ثاني النوع الجائز بالأعمال الصالحة، حديث الصخرة لما انطبق إن شاء الله تنطبق عليهم يا رب الصخرة. فلو توسلوا بكل عمل صالح، ليس لهم أعمال صالحة كلها مبنية على إلا ما رحم الله. فالتوسل بالعمل الصالح بدليل حديث الصخرة معروف. باقي ثاني النوع الثالث التوسل بدعاء الحي فقط، لا يجوز أن تذهب إلى ميت، الأحياء فقط، مع أنه الحي اللي أنت بتقوله ادعيه لو تعتقد الصلاح وممكن يرتد ويصبح من أهل النار ما يدرك أنه يموت على الإيمان. ده سيدنا ابن مسعود قال من كان مقتديا فليقتدي بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما يدرك أنك وهو حي أنه من الأولياء والصالحين ثم يكون من أهل النار، أنت لا تعلم ذلك، والله يعلم وحده الغيب. فهذه أنواع التوسل الجائزة. فتقلب عليهم السؤال فتقول لهم، هم بيقولوا كده لو كان التوسل بسيدنا رسول الله جائزا لما عدل أي ترك عمر التوسل به إلى التوسل بمين؟ بالعباس. فتقول له بس لو كان التوسل بأسماء الله جائزا لما عدل عنه عمر، فكون سيدنا عمر ما يتوسلش بأسماء الله ويتوسل بالعباس، يعني معنى كده التوسل بأسماء الله حرام. ليه؟ لأن عمر ترك، هل فعله؟ ما كان ممكن يجمعهم ويقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال، لا جاب العباس.
ليه؟ لأن التوسل بأسماء الله حرام. لأنه سيدنا عمر، هل ده حجة؟ هل الترك يفيد اسمه دليل؟ ده اسمه عدم ايه؟ دليل. طيب يجي بقى كان يقول لهم ايه؟ ايه الثاني؟ العمل الصالح برضه باطل، لأنه سيدنا عمر ما توسل بالعمل الصالح بل توسل بالعباس، فلو كان التوسل بالعمل الصالح جائزا لما تركه عمر. فيبطل ايه؟ التوسل بأسماء الله، ويبطل بمين؟ بالعباس. يبقى ايه دلوقتي؟ دعاء الحي، مش كده؟ لا، يبقى كده، يبقى معنى كده سيدنا عمر يعني ما فيش دليل على ايه؟ على ما قالوه، لانه سيدنا عمر ترك اشياء كثيره وجاب مين؟ سيدنا العباس. مع انهم لو قرأوا كلام ابن حجر العسقلاني، سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده العلماء الفقهاء الناس اللي تفهم فهموا ايه؟ انه ده في دليل على جواز التوسل بالمفضول يعني بالاقل في الرتبه مع وجود الافضل. يعني هو العباس كان افضل، سيدنا عمر بلا خلاف افضل من العباس، وسيدنا علي موجود، وسيدنا عثمان، يعني في العشر المبشرين بالجنة والعباس ليس منهم، ففي من هو أفضل من العباس. فقالوا ده دليل على أنه ينفع التوسل به بالمفضول مع وجود الايه؟ الأفضل. ثم إن العباس رضي الله عنه قال إيه؟ قال اللهم إن القوم توسلوا بي لمكاني، يعني بيّن السبب، لأنه شديد الخرابة، هذا هو السر. يعني لماذا توسلوا بالعباس ولم يتوسلوا بعلي بن أبي طالب؟ سيدنا علي ابن عم رسول الله، وسيدنا عمر قرابته بعيدة، أما سيدنا العباس عمه، والعم أقرب. لو كان أبوه موجودا لما توسلوا بالعباس، فالأقرب واحد هو العباس. ولذلك كان السبب انه سيدنا عمر كعب الاحبار قال له ايه؟ قال له يا امير المؤمنين ان بني اسرائيل كان اذا اصابتهم شده توسلوا بعصبه الانبياء. فيعتبر السر في التوسل راجع الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس فيه ترك التوسل برسول الله، بل فيه التوسل بالنبي وزيادة، لأنه جاء برجل من آل بيته. ولذلك قال عمر والآن نتوسل إليك، لم يقل بالعباس، إنما قال بعم نبيك. فالنبي موجود في مضاف، وفيه مضاف إليه، فكلامهم فارغ وهو مخالف للإجماع، لم يقل به حتى إبليس، ما منع التوسل. ده إبليس نفسه كان يروح للناس الصالحين، يروح لسيدنا موسى. عارف إبليس راح لسيدنا موسى، جاء في بعض الكتب وقال يا موسى أنت كليم الله، يا ربنا كلمك واختارك، يا أخي ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، أنا بأغوي العباد وأفسد العالم كله منذ خلقني الله، وأنا تسببت في إخراج آدم من الجنة، كل بلوى أو مصيبة في العالم بسبب يعني. ولكن ألست أنا بشيء؟ أريد أن أتوب. يعني إبليس عاوز إيه؟ عاوز التوبة. فطلب من سيدنا موسى أنه يعني يسأل الله تعالى، هو كليم الله، يطلب من الله أن يقبل توبة مين؟ إبليس. فيقال في الآثار المروية أن الله تعالى قال له خلاص، يروح يسجد عند قبر آدم. لم رفض السجود لسيدنا آدم، المشكلة بتاعت إبليس أنه إيه؟ رفض السجود. خلاص يروح إيه؟ يشوف قبر سيدنا آدم فين ويسجد. قال له خلاص الحمد لله. فقابله يا إبليس توبتك مقبولة بشرط، ما هو؟ قال أن تسجد لقبر آدم. قال لا، الشرك لا يمكن. هنا انقلب إبليس سلفيا، ظن أن هذا وقال لم أسجد يا موسى له حيا، أسجد له ميتا.
قال أنت لو كلفتني بأمر غير ذلك لفعلت، لم أسجد له حيا أسجد له ميتا؟ مسكين. فهم عاجزون أتم العجز، فهم نعم فهم عاجزون أتم العجز فهم كالخيال، يعني ما فيش، يعني الخلق دول في الحقيقة ما لهمش وجود. يعني عارف انت الخيال، تتخيل صورة الشيخ خيري من بعيد كده تقوله وتروح تلقاه خيال سراب، ما فيش. فالخيل الخيل الخلق بالنسبة للمولى تبارك وتعالى عدم أو خيال. يعني ايه معنى الخيال؟ الخيال يعني انت بتتخيل، ما فيش وجود حقيقي. يعني انت بتتخيل انه معاك مثلا يعني كيلو ذهب، خيال، تخيل زي ما انت، لكن تنظر في حجرك فلا تجد شيئا. تتخيل انك انت مثلا امير المؤمنين ثم تنظر فتجد نفسك لا شيء، خيال. فهذا كله ايه؟ خيال. ومفتقرون اليه تبارك وتعالى اشد الافتقار ابتداء ودواما. يعني الافتقار لنا من البداية ومستمر، يعني لا توجد لحظة واحدة لسنا فيها مفتقرون إلى الله. يعني أنت مفتقر دوام الافتقار وأشد الافتقار في كل حال. يعني سواء قبل وجودك مفتقر لأنك محتاج إلى أن يوجدك، وفي أثناء وجودك وبعد وجودك، يعني الافتقار لك وصف دائم. وهذا معنى إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وحكم سيدنا ابن عطاء الله كلها مبنية على إيه؟ على هذه الكلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ومفتقرون إليه تبارك وتعالى أشد الافتقار ابتداء ودواما على كل حال، بحيث لا يطوفون أخبز طعام إلا بإرادة العزيز الجبار. وهو أقرب إليه من حبل الوريد، بل أقرب من بياض العين لسواده قربا. طبعا احنا مش هنبقى مجسمة ولا مشبهة، هذا قرب يليق به بعظيم جلاله وعز سلطانه. اللهم يا من هو أهل لذلك اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، يعني لنا ولوالدينا وأولادنا وإخواننا المؤمنين والمؤمنات، واجمعنا معهم في أعالي الجنان، وارحمنا وإياهم رحمة تليق برحمانيتك. يا أرحم الراحمين بجاهك وجاه نبيك العظيم، يا من يقول للشيء كن فيكون. فائدة هنختم بها، ليس المراد بقوله كن ما يظهر من الكلام من صدور أمر منه تعالى للكائنات بلفظ كن، وإنما خرج مخرج الاستعارة لسرعة الإجابة بمجرد توجه الإرادة. فأعرف هذه فائدة مهمة جدا. يعني عندما في مبحث القدرة، ولسه في مبحث آخر في تعلقات القدرة، يعني هي من أهم الصفات القدرة والإرادة، وبعد كده العلم. في كمان صفة مهمة صعبة جدا، صفة الكلام. يعني الفائدة دي يعني لو لم تكن في الكتاب كله إلا هذه الفائدة لكفت. ليه؟ ليس قوله تعالى إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن، ليس المراد بها كاف ونون وحروف، يعني ليس المراد بها ظاهرها، يعني أمر سيصدر منه تعالى للكائنات. يعني يقول مثلا لسيدنا عيسى كن، أو يقول للعالم أو للشجرة أو لأي شيء كن فيكون. زي ما أنت مثلا تقول لفلان أقبل فيقبل، تمثيلا، ليس هذا هو المراد، وإنما هذا مخرج الاستعارة، يعني تمثيل لسرعة الإجابة
بمجرد توجه الإرادة، يعني بمجرد أن الإرادة تتوجه فإن الشيء الذي أراده الله تعالى يكون، يعني يوجد، وليس المراد صدور أمر. ليه؟ لماذا؟ في بعض الناس يفهم أن يعني ربنا يخاطب كده، يقول لي شيء كن، يقول له كده كن. لا، ليس هذا هو المراد. ليه؟ لما قال إيه كن، قال فيكون، يعني يوجد. ليس المراد الأمر ولا النهي. ليه؟ للإجماع على أن التأثير هنا، التأثير في الإيجاد في تكون الأشياء، راجع ليه؟ راجع للإرادة، لتوجه الإرادة، تخصيص الإرادة وتأثير القدرة، وليس راجعا إلى صفة الكلام. فالله تعالى يوجد الأشياء إذا أراد إيجادها بقدرته، ولا دخل لصفة الكلام أصلا، ما فيش خطاب، وإلا لكان كلامه تعالى حادثا. يعني عندما يريد الشيء يقول كن، طيب يبقى إذن إيه؟ كن دي حادثة، فتحتاج إلى إيجادها بكن قبلها. فإما أن يدور الأمر، يعني كن ويكون، كن ويكون، أو كن 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 إلى لا أول، هذا يسمى التسلسل. إذن فليس هناك إيه؟ خطاب، يعني كلام حقيقي، وإنما هو إيه؟ سرعة تمثيل. والذي يدل على هذا، لو احنا فهمنا القرآن دين، لماذا نأخذ هذه الآية كن ونسيب قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح الأمر ده لو كن كلمح بالبصر، شوف كده، ولله غيب وما أمر الساعة إلا كلمح، أو هو أقرب. تبقى إذن ليس هناك توجيه خطاب حقيقي، وإنما المراد أن نفهم أن الأشياء عندما يريد الله تعالى أو تتوجه إرادته وتتعلق بها قدرته، فإنها توجد بسرعة فائقة، كأنما قلت للشيء كن، يعني كأنه عاوز يمثل لك سرعة إيجاده للأشياء. ولهذا جاء بالمصدر المؤول، يعني مثلا لم يقل إنما أمره، أمره إذا أراد شيئا إيه؟ المفروض يقول إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا كن، الأمر هو كن، ولا يقول أن يقول. وفي آية أخرى إنما قولنا، قولنا ده مصدر لشيء أن نقوله، يبقى معناها إنما قولنا لشيء قولنا، يبقى هذا المصدر الأول ده معناه إيه؟ ليس كلاما أو خطابا على الحقيقة، وإنما هو إيه؟ استعارة، خرج مخرج الاستعارة لسرعة الإجابة، يعني استجابة الأشياء لإرادته تعالى. والله تعالى أعلم. فاعرفه، خلاص، يبقى هنقف عند إيه؟ عدم نهاية متعلقات القدرة. اللهم صل أفضل الصلاة على آله وصحبه وسلم على معلوماتك ورداده كلما ذاكرونا. اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبلادك كلما